جان بدوي، من كم يوم عملت عملية تجميل؟ من 17 يوم. صار لك 17 يوم تقريبا. ليه عملتها؟ هيك موضة فرانشمان، موضة. استشرت أهلك قبل؟ لا، ما استشرت حدا. أنت عندك إمكانيات مادية تقدر تعمل عملية؟ بشتغل. أخذت مبادرة فردية، رحت عملت العملية؟ مزبوط. أول مرة، تاني مرة؟ أول مرة بس أنه برمت كتير وما كانوا يعملوا لي إياها، لسبب أنه في مصاري أوكي بس ما أخورك ما بده عمل، ما بنعمل لك إياه، لسبب ما أعرف ليه. ما جربت تسأل شو معقول يكون السبب؟ أنه أنا مني بحاجة؟ لا، لأنه الحكمة اللي بعرفهم رحت لعندهم، أصحابنا وخيي بالدومين المتسين وهيك، قالوا لي بطريقة كتير أنه مش طريقة بشعة، يلا زحيت ما رح نعمل لك العملية. وانت بدك تعملها؟ حبيت، انه كل العالم تعمل، ليه ما بدي اعملها؟ كيف عم بتعيش هلا هالمرحله؟ ما بتخاف انه منخارك ما يطلع ظابط، يطلع يعني تتشوه اكثر من قبل؟ ما كان مشوه، كان ما بشي، طلع بشع بعيده مره ثانيه، ما عندي مشكله. كيف هلا انت عم بتعيش هذه المرحله؟ خيفان، ترقب، يعني بدك تشيل هلا ال قريبا هاليومين يعني. خايف؟ مش خايف، بس لبعد 6 شهور اعرف النتيجه، انه بضل ورم ما ورم مدري شو، ولا بعد 6 شهور. طلبت منخار معين؟ قلت له بدي منخار فلان؟ لا. بس موضة يعني لحقت حدا؟ لا، شفت انه كل العالم بتعملها، انه ليه انا ما بعملها؟ مين كل؟ رجال ام نساء؟ رجال ونساء. انت مشيت مثل ما عملوا، مثل ما مشوا الرجال ام مثل ما مشوا النساء؟ لا، اكثر شيء درجه كثير، كل العالم انه حيالله دومين بتلاقيهم عم بيعملوا عمليات، انه شباب، بنات، نسوان، رجال. العمليه المقبله شو هي؟ شيء، لا بدي اشيل الهود السار من تحت العيون، انه في الجور سويد. لا سواد، وعم على السهر عم بيعمل جور. نام بكير والشغل، تشتغل بالليل ليل ونهار. يعطيك العافيه. سار بدك تشيل. ايه. السواد تحت العيون بدك تشيله. مزبوط. واللي بعدها لا وقتها بنعرف شو هي. متى يلجأ الرجل الى التجميل؟ عند الحاجه، وقت اللي هو بحس حاله انه لازم. واذا عم بيقول موضه؟ لا، أنا هاي الموضة، لا هيدي شغلة مش مقنعة. نعم. إنه الإنسان يعمل شغلة لأنه موضة. لو جاء أجا لعندك، نعم، بتقول له روح عند غيري؟ أنا إذا مني مقتنع ما بعمل، لا إذا 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 لرجل أو لامرأة، إلا إذا شفت إنه في حاجة. وكثير منهم برفضهم، بلاقي تاني نهار معمولين أو بلتقى فيهم وبيعملوها، في منهم بيرجعوا لعندي ندمانين. لأن بالنتيجة بدنا نحدد الجمال شو هو. الجمال هو نسبة بالوجه. نعم. يعني حتى لو واحد عنده ديفو بسيط، أيام هالديفو البسيط بيعطي رونق بالوجه. أن الجمال هو نسبي. النسب يعني صار في اكسبيريانس انعملت، جابوا احلى عيون واحلى منخار واحلى شفاف واحلى وجه واحلى دينان، حطوهم كلهم طلع ابشع وجه. الموضوع هو نسب، الجمال هو نسب، يعني لازم يكون متناسق، في تناسق. لانه هالانف، اذا عم نحكي عن الانف، منه موجود على حيط، موجود تحت جبين، فوق شفاف، بين عيون، لازم يكون في تناسق. دكتور، بمجال التجميل بتفضل تتعامل مع رجل ام مع امراه؟ مع الاثنين. مين اسهل التعامل معه بهذا المجال؟ اجمالا من ناحيه النق، الرجال بنقوا اكثر بعكس مما متصور. المراه بتبقى دقيقه شوي على كل حال، هيدا معروف انه المراه بتطلع بالديتاي بالاشياء الدقيقه. لكن في متعه اكبر مع المراه. ما في شك. قد في حالات دكتور بتجي لعندك بتقول لك انا بدي هيك هيك هيك، وحضرتك بتنقي شغله وحده من هالامور؟ هيدي مثل اللي بيجيب شقفه قماش عند الخياط، هو بيقول له انه انا بفضل هيك، هو الخياط هو بيقدر يعطي نصائح، بيقول انه هي بتلبق روب لونج، هيدي لا خرج ميني جوب، هيدي للسهره، هيدي للشغل. نحن وظيفتنا كأطباء تجميل نقدر ننصح مرضانا على المظبوط شو لازم وشو ممكن. نحن هو الكمبيوتر اللي بيقدر شو مفروض يصير بعدين. المعقولة صاحب الطلب ما بيقدر شو بده يصير، نحن واجباتنا نقول له شو ممكن يصير. نعم. ومن هالمنطلق
نصيحتنا يعني لما الواحد بيقعد قدام كاميرا وبيدق هيك شوي بتطلع الكمبيوتر بيقول له شو مفروض يكون، لا هون العنصر البشري وهون الخبرة عند طبيب التجميل هو تقدير وزن واستباك الأمور. كيف تتعاطى مع المدمنين لعملية التجميل؟ يعني في ناس بيقولوا أنه هن مدمنين بدهم يعملوا عملية تجميل، قديه هذه الحالات تشكل زبونات كتير كبيرة لحكمة التجميل؟ لا مش كتير كبيرة، الديسمورفوفوب هودي بيسمون، يعني اللي عندهم بينهم وبين شكلهم تعارض، هودي هالأشخاص منهم كتار كتير. لا ما رح نعمل منا الشغلة مرضية بالمجتمع ونفكر انه هيدا مرض اجتماعي التجميل، لا منه مصر. شكرا لك دكتور. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.